أما هلا عفافة مستمرين بمحطاتنا الصباحية، ولح نروح مثل ما قلنا نحن عم نواكب أحداث غزة، وجزء الإعلامي أو الحرب الإعلامية هي جزء مهم جدا ضمن ما يحدث الآن. يعني طوفان الأقصى هي بوصلة الشرفاء في العالم، حتى الحبر بات اليوم يجب أن ينطق ويكتب ويحرر ويوثق كل ما يحدث على أرض فلسطين الحبيبة، ولهذا أصبحت هذه الكلمة مستهدفة، وأصبح من يكتب ويوثق ويصور هذه المشاهد مستهدف. صحيح سلمى، ومن بداية معركة الشرفة طوفان الأقصى تصدرت فلسطين الحبيبة كما كانت دوما أقلام الصحافة وكاميرا الإعلاميين ليصبحوا في مرمى انتهاكات الاحتلال الصهيوني من قتل واستهداف لطواقم الصحافة والإعلام على أرض الواقع. فكيف ممكن اليوم نصون هي المهنة وحريتها ولتوثيق الوقائع ونقل الحقائق والمعلومة على أرض الواقع وبشكل كامل؟ رح نحكي بشكل موسع أكثر، وشو هو كمان المطلوب لإيقاف هي الانتهاكات وانتهاكات الاحتلال الصارخة بوجه حرية الصحافة والإعلام. معنا اليوم ضمن الاستديو الإعلامي غسان فطومة، وأستاذ محاضر في كلية الإعلام بجامعة دمشق. يسعد صباحك أستاذ. صباح الخير لكم، وصباح الخير لكل مشاهدي القناة الإخبارية السورية، وتحية إكبار حقيقة وأجلال لأرواح أخوتنا في قطاع غزة الذين حقيقة يعني يدمون أن يعني عم نشعر بالقهر، عم نشعر بالأسى تجاه ما يحدث هناك نتيجة التدمير الحقيقة وآلة الحرب الإسرائيلية. صح. التي فات عليها 20 يوم تقريبا، اليوم من السابع من هذا الشهر إلى 26 اليوم، فشيء محزن جدا ومؤسف للأسف. أكيد أستاذ غسان، كما نعلم هناك مقولة شهيرة تقول في الحروب الحقيقة هي دائما الضحية الأولى للحرب. صحيح. وعادة يكون من يوصل هذه الحقيقة هو المستهدف، كما نرى اليوم طواقم الإعلام في فلسطين المحتلة مستهدفون من كل الوسائل الإعلامية سواء كانت عربية أو أجنبية أو فلسطينية، وإن كان الفلسطينيين هم الأكثر ضرراً، وأرقام كثيرة تتحدث عنها وزارة الإعلام الفلسطينية يومياً عن الإصابات والاستشهاد لطواقم الإعلام. أين هي المبادئ والقوانين التي وضعت لحماية حرية الصحافة؟ للأسف الواقع مؤسف، يعني على مدار يعني إذا نحكي بهذا الشأن على مدار 60 عام تقريبا مضت صدر العديد من القوانين والمواثيق الدولية لحماية الصحفيين. أقدم قرار أو أقدم يعود لعام 1949 لاتفاقية جنيف الرابعة، وقتها اعتبرت الصحفيين كأنهم يعني مدنيين ويجب حماية هؤلاء الصحفيين وخاصة في مناطق النزاع المسلح والحروب. أيضا ذات الاتفاقية في عام 1977 أيضا أكدت على حماية الصحفيين، وحينها صدر البروتوكول الأول والثاني بالتأكيد على تأمين السلامة المهنية للزملاء الصحفيين في أثناء النزاع المسلح والحروب، وحتى أثناء الحالة السلمية يجب حقيقة الصحفي أن نقوم بمساعدته حتى يتمكن من نقل الوقائع والحقائق إلى الرأي العام. أيضا هناك الحقيقة الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية الحقيقة الذي يضمن حرية المعلومات وأيضا حرية التجمع وأيضا حرية التعبير عن الرأي للصحفيين. أيضا حماية الصحفيين من الاعتداءات سواء القتل أو التعنيف أو الإيذاء النفسي، الإيذاء الجسدي، السجن، الاعتقال إلى آخره من المخاطر التي يتعرض لها الصحفي أثناء تغطيته للأحداث ضمن مناطق النزاع المسلح. أيضا في أتذكر أو أذكر في عام 2006 صدر قرار من مجلس الأمن رقم 1738، هذا القرار أدان أي اعتداء على الصحفيين في ساحات القتال وطالب بمحاسبة من يقوم بالاعتداء على الصحفيين. أيضا في عام 2013 صدر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 68/163 أيضا أدان الاعتداء على الصحفيين. طبعا هناك قرارات كثيرة ولكن هذه أبرز القرارات، لكن السؤال اليوم
هل يتم تطبيق هذه القرارات؟ للأسف واقع الحال يشير إلى أن الصحفيين يعتدى عليهم كل يوم، وكما تفضلتي الحقيقة دائما هي المستهدف أو هي الضحية الأولى في كل حرب. من جنود الحقيقة؟ هم الصحفيين في ساحات الحرب. لذلك يعني اليوم نحن ننادي المنظمات الدولية، اتحاد الصحفيين الدولي، النقابات الصحفية بوجوب محاسبة هؤلاء المعتدين على الزملاء الصحفيين. يعني آخر في العام الماضي أذكر الإحصائية العام الماضي تقول هناك 22 صحفي على مستوى العالم تم قتلهم مع طواقمهم المساعدة يعني. فبالتالي هناك اعتداء صارخ يمارس ضد الصحفيين العاملين في مناطق النزاع، والمشكلة أن هذه النزاعات تتكاثر، وكلما كثرت هذه النزاعات وتوسعت هناك ضحايا جدد من الزملاء الصحفيين الذين هم دائما يدافعون عن الحقيقة ونقل الحقيقة للرأي العام لمعرفة ما يجري داخل هذه النزاعات. يعني اليوم أستاذ غسان، الصحفي أو الإعلامي اللي نازل على أرض المعركة مودع أهله، تارك وطنه بلاده ومتغرب، وتارك كمان أهله وولاده ونازل على أرض المعركة، يعني مضحى بروحه وأي مخاطر ممكن يواجهها ما نسألان عنها، مهم هو وإنه يوصل الحقيقة بشكل كامل، عدا عن ذلك إنه الحقائق بالغربية والإعلام بالغرب بيسعوا دائما لتغميم الحقائق وتشويه صورة الحقيقة دائما وإيصال الأخبار الكاذبة وتكذيبها حتى نوعا ما. هون الصحفي ولا الإعلامي المخاطر الرئيسية اللي ممكن إنه يواجهها على أرض المعركة من خلال أدائه لواجبه المهني، كيف ممكن انه يقدر يتدارك او هو يكون حصانة نفسه او يحمي حاله؟ الحقيقة صعب بمناطق اثناء الحروب والنزاعات الداخلية، من الصعب على الصحفي يعني ان يحمي نفسه بشكل جيد. هو دائما عرضة للإيذاء ويتعرض للكثير من المخاطر، اولها القتل، يعني في كل ثانية الصحفي ممكن ان يتعرض للقتل، للإصابة، ربما تبتر ساقه، ربما تبتر يده، ربما يصاب في رأسه. أيضا قد يتعرض من المخاطر التي يتعرض لها الزملاء الصحفيين في مناطق النزاع الاعتقال، التعذيب، الأسر، كل هذه الأمور الصحفي عرض لها. ولكن هناك أمور أخطر من ذلك يمكن أن يتعرض لها الصحفي، هي عندما تنتهي الحرب قد يصاب معظم الصحفيين الذين يشاركون في تغطية حروب بالشد النفسي، بالأذى النفسي، يصبح مريض نفسي معقد. ليس من السهل أن تري أن يرى الصحفي رفيقه أو زميله يقتل أمامه، ليس من السهل أن يرى بناء كاملا يقصف ويهدم، أو أن يرى أرضا تحرق. يعني هذه القضايا، هذه المناظر البشعة التي يراها الصحفي الذي هو على تماس مباشر معها تؤثر على هذا الصحفي، وبالتالي تجعله يصاب صراحة بالعقدة النفسية، وهذا أمر خطير. لذلك نحن اليوم برجع وبقول يعني ما فائدة هذه القرارات، ما فائدة هذه المواثيق، ما فائدة هذه الاتفاقيات التي نضعها؟ هي مجرد حبر على ورق إذا لم ندعو الجهات. يعني أنا يعني اليوم للأسف الصحفة ينتهك، حرية الصحافة تنتهك في جميع دول العالم أمام من شرع وسن هذه القوانين. يعني اليوم الأمم المتحدة ذاتها، اتحاد الصحفيين، عاجز تماما عن إلزام إسرائيل الالتزام بهذه القوانين لغاية تمس الحقيقة لغاية تمس الحقيقة وتشويه، لأن الصحفي ينقل. اليوم عندما ينقل الصحفي، عندما تصل الصورة بشكل صحيح إلى الرأي العام العالمي يصبح عامل ضغط. أنت لاحظتي أثناء الحرب في سوريا كان هناك استهداف مباشر للإعلام السوري، لماذا؟ لأن الإعلام السوري كان ينقل الحقيقة، والعالم لا يريد الحقيقة على الأرض، يريد تشويه ما يجري في سوريا لمحاولة إسقاط الدولة السورية وبين قوسين النظام السوري. فبالتالي الحرب النفسية اليوم، الحرب الإعلامية هي أخطر أنواع الحروب. من يتقن فنون هذه الحرب ينتصر. لذلك اليوم آلة الحرب الصهيونية تستهدف كل الإعلام من أجل أن تبقى الحقيقة يعني مغمض عيونها، فهمت علي؟ وهذا الشيء مثل ما قلنا يعني وذكرنا أنه لازم ينحط له حد. فاستمرار هذا القتل، هذا العنف في حق الزملاء الصحفيين، بحق الحقيقة، يعني غير وارد أبدا. صحيح أستاذ غسان، يعني دائما بالحروب تنشط الاتحادات، يعني عم نشوف يمكن الوزارات ما بتقدر تعمل اللي بيعمله الاتحادات،
مجتمعة وبالأخص اتحاد الصحفيين العرب اللي من فترة اجتمعوا وقال إنه هن رح يعملوا منصة لتوثيق الانتهاكات يلي عم تعرض إلى الصحفيين بفلسطين وأيضا بالعالم العربي. هل هذه الوسائل كافية؟ يا جماعة يعني أنا بقول على العلن، بيانات الشجب، بيانات الإدانة لا تنفع. نحتاج إلى فعل على الأرض. بقصد هي المنصة هي منصة إلكترونية يصل من خلالها الجمهور لتوثيق الحالات التي تحدث يعني على الأرض. ممكن، نعم ممكن، يعني التوثيق ضروري، هذه المنصات ضرورية، يعني لأنه تعرفي أنت اليوم العالم فضاء مفتوح، يعني ما في لا قيود ولا في حدود لنشر الآراء في ظل وجود التكنولوجيا والإنترنت الذي متاح في كل دول العالم. هذه المنصات أنا لا شك هي ضرورية، التنديد ضروري، الشجب ضروري، محاولة استنهاض همم المنظمات النقابات الدول لإيقاف العدوان على الصحفيين أمر ضروري، لكن كما قلنا وأسلفنا سابقا، هل هذه النداءات لوحدها تكفي اليوم؟ لا، نحن بحاجة إلى فعل على الأرض. مثل يعني شو الفعل اللي نحن بحاجة؟ بحاجة لمعاقبة المعتدين. يعني أنا قرأت قبل ما فوت على الاستديو من أصل 10 إلى 15 قضية ترفع ضد معتدي، هناك قضية واحدة رابحة. لماذا باقي القضايا لم تربح؟ إذا هناك ضغط يمارس على من يتشتقون بالديمقراطية، هم إسرائيل، أمريكا والدول الأوروبية التي تظهر لنا المظهر الديمقراطي وأنها تدافع عن حقوق الإنسان وحقوق الصحفيين وحقوق وحرية الكلمة، ولكن على حقيقة لا، كما قلت الحقيقة منتهكة أو حرية الصحافة يتم انتهاكها في جميع دول العالم. أكيد أستاذ غسان بدنا نعتذر منك، وأكيد إن حوارات مستقبلية ولقاءات كثيرة دعمنا الوقت، وبالختام بدي أتشكر حضرتك. أهلا وسهلا. بتشكر كمان هالمحطة الإخبارية، وبأكد أنه نحن في سوريا مع القضية الفلسطينية، مع الشعب الفلسطيني، ونحن الإعلاميين السوريين دائما كنا الحقيقة مع زملائنا الإعلاميين. بس بدي أذكر إحصائية قبل إذا بيسمح لي الوقت، إنه منذ بداية العدوان لغاية اليوم 19 صحفي فلسطيني تم استشهادهم خلال هذه الحرب، وأيضا الاحتلال حاصر أو منع 40 محطة تلفزيونية وإذاعية فلسطينية من أداء دورها من أجل إخفاء الحقيقة، حقيقة ما يجري من دمار، من قتل للأبرياء، أطفال، شيوخ، نساء. أكيد. في قطاع غزة. أكيد. وإن شاء الله يا رب النصر قريب إن شاء الله يا رب النصر قريب لإخواننا الفلسطينيين. شكرا لك أستاذ غسان.